يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن شباب على طريقة السلف إن شاء الله، نجتمع لحضور دروس العلماء الكبار ونحفظ القرآن الكريم، وفي نهاية العام الدراسي نذهب إلى منطقة الجنوب، وخلال الطريق يكون معظم الوقت في أناشيد وقصائد تدعو إلى مكارم الأخلاق وجميل الأعمال والحث على طلب العلم، فهل هذا من الحداء الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم؟ إنشاد القصائد المفيدة في اللغة أو في الفقه أو في الحكم، إنشادها لا بأس، إنشدت عند الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فيه فائدة للناس، والمنشد واحد، أما الإنشاد الجماعي الأناشيد الجماعية لا، هذه ما هي من طريقة أهل السنة والجماعة، الأناشيد الجماعية إنما هي عند الصوفية، أما واحد ينشد قصيدة فيها فوائد ويستمعون له ما في بأس، هذا لا بأس به. نعم.